وانتوا عايزين سليم في ايه يا حضرة الضابط؟ في استدعاء للنيابة ليه؟ نيابة؟ ليه؟ هو عمل ايه؟ هو فين حضرتك؟ سليم مسافر بيقضي شهر العسل مع عروسته، بس لازم افهم هو عمل ايه؟ انا اسف جدا، انا مضطر افتش البيت. تفتش البيت ليه؟ بقول لك مسافر. فتشوا البيت، يلا. ما ينفعش اللي بيحصل ده، انا مش هسكت على كده، انت ما تعرفش ده بيت مين ولا ايه؟ دي اجراءات قانونية لازم تتعمل يا فندم. الله يا باشا ما تفهمنا. طيب كل حاجه بس مش عايز اتكلم. انا ما عملتش حاجه والله. ما تخافش ما تخافش عادل، في ايه؟ ما تخافش، ده انت ابن حلال، حتى وفرت علينا المشوار. يلا 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 حبيبي، يلا 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 اركب، يلا اه يلا يا ابني. عشان بقول لحضرتك احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. انت كذاب، انت مش كنت حاضر وشدت على العقد انت وهو؟ هي فعلا كانت على علاقه بسليم، بس حضرتك عارف يعني سليم علاقاته كتير، بس موضوع الجواز ده ما حصلش خالص. بيكذب والمصحف بيكذب. وانت بتتكلمش ليه؟ انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش حاجه خالص. والله العظيم كذابين، كانوا موجودين وكانوا حاضرين، وحتى يوم الحفلة كانوا موجودين. أنا مش فاهمة أنتوا بتكذبوا ليه، حرام عليكم. عارف لو ثبت أن أنتوا كذابين مش هتبقى شهادة زور وبس، هتبقى مشاركة في جريمة قتل وخطف طفلة. يعني بمصلحتكم تتكلموا وتخلصوا نفسكم. أنا مش عايزة منكم حاجة، ولا حتى عايزة من سليم أي حاجة، أنا كل اللي أنا عايزاه بنتي وبس، عايزة أعرف أنتوا وديتوا بنتي فين. يا فندم أنا بقول لحضرتك إحنا بجد ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده، وبعدين إحنا هنعمل إيه ببنتها؟ إحنا مالنا؟ يا عادل مش عايز تقول حاجه برضو؟ انا والله والله ما اعرف حاجه، انا والله ما شفت حاجه كده. ماشي، تعرضوا بقى على النيابه وتشوف هتتصرف معاكوا ازاي، ونشوف هتشرفونا هنا ولا لا. والله العظيم بيكذبوا، انا مش قادره اصدق هما ليه بيقولوا كده. اهدي بس يا شاهد، ان شاء الله يوسف بيه هيعرف يخليهم يتكلموا، ولسه في نيابه وتحقيق كمان. بابا هو حضرتك ساكت لي؟ انت صدقتهم؟ ما تقلقش يا استاذ جلال، الحكايه بقت في ايدين البوليس دلوقتي، وان شاء الله هيلاقوها. اطمن. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.